خلصت صلاة؟ لا، الخطيب مخرجنا كده ربع ساعة نطمن على أهالينا وبعدين نرجع نكمل الخطبة. أزغدك يعني؟ جرى إيه يا عرموتي؟ يعني لا في زيك يا زوزة، ولا عاملة إيه يا زوزو، ولا نورتش يا أوزو؟ ده على أساس إنك ما كنتش هنا إمبارح ولا أول أول ولا أول 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 أول. يوه، في إيه يا عرموتي؟ أختي وبتزارني. في فرق بين الزيارة والإقامة، دي مقيمة عندنا، ده أنا خلاص قربت أطلع لها الجرين كارت بتاع الشقة. إيه ده؟ إيه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي اثناء دخولي من الشقه؟ ايه اللي خرج الشنطه دي من هنا؟ كالعاده يعني، وكل سنه بيتزنقوا في الشنطه عشان يروحوا المصيف ومش شعبطين فيا ياخدوني معاهم، وانا بصراحه ربنا هروح بقى. ياخدوك انت والشنطه في ان واحد؟ يعني ياخدوا مني اكتر حاجتين مالين عليا البيت. يا مسافر وناسي هواك رايدك والنبي رايدك. ازيك يا اربط؟ تشرب معايا شاي؟ يخرب بيت اهلك يحاسبوا. انت ايه اللي خلاك تلعب في الايباز بتاعي؟ ايباز؟ بيقولك ايباز اسمه ايباد. عبيد اهلك لو جيت جنبه تاني. انت مش عارف ان كل شغلي عليه، خرايطي وشغلي وطرقاتي، الجي جي بيس بتاعي هنا كله. جي جي بيس؟ بيقولك جي جي بيس اسمه جي بي اس. يخرب بيت ام اللي علمك انجليزي، انا نفسي اشوف الشهاده بتاعتك انا عشان انت جاهل جهل. اسمه جي جي بس، الراجل اللي اخترعها كان عنده قطه اسمها جي جي، جايه تلعب في الجهاز قال لها بس، من ساعتها سموه جي جي بس. جوجل بقى وابحث وسيرش علشان انت ما تقعدش تقرب غلط. اللي ايه جي جي بس اللي بتتكلموا عليه من الصبح ده؟ يا وليه، ده برنامج انا منزله عليه خرايط العالم من اكبر قاره لاصغر حاره في مصر. تكتبي المكان اللي انت رايحاه وتعملي كده سيرش، يروح هو موجهك بقى يمين شمال كده يعني. زي الكلب البلدي لما يشمموه قطر المجرم ويطلقوه عليه، يفضل وراه وراه ما يسيبهوش الا لما يجيبه من ديل بنطلونه. طب افهمها ازاي ولا اقول لا؟ ولا افهمك انت ازاي؟ انا مش عارف اتواءم مع الترابيزه دي كلها بصراحه. انا مش مفهمك يا وليه قبل كده، هو اللي هنعيده نسيته؟ انا مش فاهمه. احسن، امال انا اتجوزتك ليه؟ ما تبطلوا بقى اللي انتوا عمال تتكلموا فيه من الصبح ده. يلا يا جدعان، عايزين كلنا نروح المصيف مع بعضينا. انا ضميري ما يسمحش اصيف والبلد في الظروف دي. مالها البلد؟ اقرا لها انت حسب، عشان دي ما بتفهمش. اقرا اول تويته للبرادعي. البرادعي حزين عليك يا مصر. عايز البرادعي يبقى حزين على مصر وانا اطلع اصيف انا وانتي؟ طب والسنه اللي قبلها؟ اقرا لها التويته اللي قبلها بتاعت بنك مون. بنك مون ابدي قلقي على مصر. عايزه بنك مون اللي هو لا من ملتنا ولا من ديننا ولا من بلدنا قلقان على مصر وانا وانت نطلع نصيف. طب والسنه اللي قبلها؟ فر يا عم الحاج. امريكا تبدي قلقها على ما يحدث في سوريا. يبقى امريكا قلقانه على سوريا وانا وانت نطلع نصيف؟ امال احنا هنصيف امتى؟ لما امريكا تسيب المنطقه. البطاقه دي بتاعتك؟ ان شاء الله. وايه اللي مغير شكلك كده؟ حضرتك انا طلعتها قبل ما التزم. تلتزم؟ طب يا ريت يا اخي تبقى ملتزم من جوه كمان زي ما انت ملتزم من بره. ده تحقيق بقى ولا ايه؟ لو عايز تحقيق ما عنديش اي مشكله. اركب البوكس. لا بوكس ايه يا باشا؟ مش بوكس ولا حاجه، هو بس الامر وما فيه ان الولد بس اتوتر من كتر الاسئله. انا بعتذر بالنيابه عنه. احنا طبعا مقدرين المسؤوليه اللي على كتافكم. كان الله في العون يا باشا. انا هسيبك عشان الراجل ابو وش سمح ده بس. اتفضل. الله يكرمك يا ابني. كم مره كلمتك على حكايه الضبط النفسي دي يا محمد يا ابني؟ ده مستقصدني بس لمجرد ان مربي دقني وانت بتقول له يا باشا. يا محمد يا ابني لازم تتعلم ازاي تطاطي للريح لغايه ما تعدي. لو قعدنا نتخانق مع كل واحد هيعلق على لبسنا ولا دقننا مش هنخلص من الخناقات في القاهره. انا اصلا ما كنتش عاوز ارجع القاهره، مدينة كلها معاصي وذنوب. بس فيها والديك. انت عارف يا محمد يعني ايه والديك؟ يعني ممكن تكلمهم وتاخد منهم مبلغ مالي ندعم بيه الاخوة المجاهدين. ايوه مش عارف، معرفش ليه قلبي مقبوض المرة دي من الزيارة. ان شاء الله خير. هات شنطتك ويلا. هات شنطتك يلا. افتح الباب يلا يا رموطي. انزل يا رموطي عشان هنفتش العربيه.
الله الله بتخبط على العربية ليه كده يا عم عبد البر؟ في ايه؟ وبعدين في الليلة السودة ديت في ايه يا عم عبد البر؟ ما انا بقالي 3 سنين داخل طالع من المديرية، فجأة يعني شكلي بقى إرهابي ولا ايه؟ مش قادر أفهمك أنا بصراحة. ما تزعلش يا قرموطي، في أوامر علينا بالتفتيش لأي حد. أوامر ايه مش فاهم؟ وإيه التفتيش؟ يا عم بالراحة يابا بالراحة، ده شاي وسكر، الحاجات دي ممكن تتدلق. مش معقولة يعني كده يا عم عبد البر؟ مش أنا اللي أتفتش، مش أرمط اللي يتفتش يعني. معلش، في أوامر مش سايب مدير الأمن الجديد بالتفتيش الدقيق. مفيش حاجة يا فندم. مفيش حاجة. يلا بقى، طب ما أنا عارف إن مفيش، هخليهم يطلعوا تاني البضاعة بقى. لا أنت اللي هتطلعها وتمشي. مين ده اللي يطلع؟ أوعى تقول الكلمة دي بعد كده. مش أرمط اللي يحمل بضاعة. أنا معايا رخصة دولية، أنت اتجننت ولا إيه؟ ده انا عدي برخصتي من بوابه اسكندريه. انت اتجننت قلت ولا ايه؟ قرموطي اوعى تقول لي انا اللي حمل العربيه. قرموطي انا مش تبعها يا عبد البر. قرموطي سواقه مع رخصه دوليه. اسمع كلام، ما يتقالوش حمل. صلى على النبي يا ابني، عشان ارمط من الصغير في المنطقه. يا ابني ما تركبش دماغك، ارمط من الصغير في المنطقه. عيب تمشي يا ابني، عيب يا ابني. انا مش تبعها يا ابني. اسمع كلام، ارمط من الصغير. لا اسمع كلام يا ولا. وانت سبت الكلية من امتى بقى ان شاء الله؟ من سنة. من سنة؟ والمشايخ اللي فهموك ان الكمبيوتر حرام وخلوك سبت كلية الهندسة قالوا لك ان الكذب على ابوك سنة بحالها، وانت مفهمه ان انت في كلية الهندسة وهو يقطع من لحمه الحي ويبعت لك مصروفك. قالوا لك ان ده حلال. الضرورات تبيح المحظورات، وانا كل غرضي الاخرة مش الدنيا. وبعدين انا من واجبي ان انصحكم، انتوا مهما كان برضه ابويا وامي، عضوا للطريق الصحيح. ليه يا ابني؟ كنت شايفنا ماشيين في السكه البطاله ولا حاجه؟ انت وابويا بتساعدوا بعض على الضلال. ضلال؟ ضلال ايه؟ شايفني ماشي ورا امك بتبلع وهي بترقص؟ واد يا ميدو، ميدو مساء الخير يا ام ميدو. فين الواد ميدو؟ امال السلام عليكم. مساء الخير. امال فين ميدو؟ اتفضل. ده ميدو؟ خرب بيت شيطانك، ايه اللي عملته في نفسك ده؟ ازيك يا ميدو؟ يا ده ميدو في ايه مالك؟ هو عمك قرمط ما وحشكش ولا ايه؟ ما تتعبش نفسك يا قرموطي، ده مش ابني اللي ربيته. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا عملتوا دي ان تي وطلع الواد مش ابنك ولا حاجة؟ كل حياتكم مفاسد وذنوب. ازاي تسيبوني عريت الوجه كده قدام راجل اجنبي؟ اجنبي؟ ام ميدو ماشية مع مين والجوزيء؟ بيقصدك انت بالاجنبي يا قرموطي، قال يعني غريب عننا، ده اللي علمه له في الكليه. كليه ايه؟ انت اتعلمت في هندسه اسيوط ولا هندسه افغانستان؟ مش فاهمك. انا ببلغ وبعمل اللي عليا. وعد امي انك شفت الوجه كده فتنه. والحديث بيقول لا يدخل الجنه دايوس. دايوس؟ بتقول على ابوك دايوس يا كلب؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مفتري يا ضلالي. ايه ده؟ ام ميدو ايه؟ ايه ولا في ايه؟ انت ازاي تكلم امك وابوك بالطريقه دي؟ انت فجاه كده هتعمل عليهم علامه؟ انت نسيت ان امك هي اللي معلمك الصلاه؟ نسيت لما كانت بتزغرط في الشارع وبتوزع شربات في الحته كلها لما حفظت جزء عمه؟ اخص عليك عيل واطي. حقيقي ليس بعد الكفر ذنب. لو كنت كافر كنت وقتك زي ما الكفار بيوقدوا عيالهم. على الاقل يا اخي كنت استريحت منك. توقدني؟ الكفار كانوا بيوقدوا البنات على فكره مش الولاد. احنا بقى الجيل الرابع من الكفار وبنوقد الولاد. يلا يابا اتكل على الله بدل ما نوقدك تحت عتبه الباب دلوقتي عشان ما تحرقش دم امك وابوك. يلا مع الف سلامه. وما تنساش بقى لا مؤاخذه تبقى تغير اسمك عشان ميدو ده مش هتمشي مع الدقن. شوف لك نيك نيم جديد. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنين، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر. ايه يا وليه اللي انت عاملاه ده؟ لقيتك مش عايزنا نروح المصيف، قلت اعمل مصيف لنفسي. لا ده انت حصل في دماغك حاجه، انزل اجيبك بتاع فريسكا بالمره. ما هعمل لك ايه؟ فايقه ورايقه وانا مش فايق لك خالص، انا داخل اتخمد انام. لا مش هسيبك تنام لما توافق نروح المصيف مع اختي وجوزها وعيالها. لا مش ارمط اللي تهدد وانت عارفه، ما تخلينيش بقى ازركن وهيدي لك التصيف اللي انت عاملاها دي. حلفتك بالغالي لا توافق. قلت لك مليون مره ما تحلفنيش بالتلفزيون السري دي قبل ما نخلص قصته. موافق يا ستي. هو على ده صيف. هي يا قرموطي انت بتعمل ايه عندك؟ خد هنا. خرب بيت اسئله امك مصدعني. ما
بشوف موقعنا على الجي جي بس، احنا في مرسى مطروح ولا غوطنا جوه شويه. ايوه كده شاطئ كليوباترا، كده شاطئ الغرام، كده شاطئ المرح، احنا كمان كده مظبوط. ما يخرب بيت ام الرمله اللي مضايقانا دي. بص روق بقى واسمع معايا حاجه حلوه. اللي بتعمله ده انت هتفضحنا هتفضحنا. كاسيت حد يجي بكاسيت؟ دي حاجات قدمت يا عم، ده ما فيش سيديهات. انا هسمعك اللي انت عايزه على الايباد. ايباد؟ اسمه ايباد. ايباد اقعد صلح لي في الانجليزي كاني عايش مع دنيا سمير غانم، كل شويه تصلح لي انجليزي. اسمه ايباد، بايت معايا في حضن امبارح، يبقى اسمه استنى ده بقى وما تعصبنيش. في ايه؟ احنا في بحر ومش عايز اتعصب. هسمعك انا دلوقتي يا ساكني مطروح. استنى بقى ساكني مطروح. ايوه اسمع. ايه ده شو؟ لا استنى استنى بس، دخلت حكاية ضع مش فيلم هو يعني. اسمع ايه ساكني مطروح؟ اسمع هات يا عم. الظاهر مش عايزين يخرجوا من القاهرة، أنا عايز أفسحهم وهم لابدين هناك. اسمع التاني، هجيبها لك هجيبها لك أنا. اسمع ولا اسمع، اسمع عندنا هنا وريح بالك. اسمع بص اسمع، أنا كنت عايز أشغلها لك ديجيتال، أنت عايزها مانوال وشعبي وفضيحة بلس، اعمل اللي أنت عايزه. أنا مش هسمع حد بأم الأيباد ده، ولو اتعصبت هندغدغ أمي. يا عمي بقى سيبنا بحالنا بقى، تعبتنا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ خلينا بقى نشوف نفسنا. ايه ده؟ على مهلك. الله يخرب بيت ام، ده نسب يعر والله العظيم. قلت لك ما بحبش اخرج معاهم في حته. ايه الراجل الناقص وايه المشجر اللي لابسه ده؟ بص بيتمنظر ازاي. طب ما انت لابس زي اخرسي. انت هتجيبي زاره زي خساره؟ ما انا مش عايز انزل بيه بس دلوقتي لغايه ما اخلص الاقساط بتاعه. ارمط ارمط، انا نفسي تجري ورايا زي الواد والبت كده على الشاطئ. بالنسبة بس لموضوع الجري وراكي، حجري وراكي عادي ولا بالشبشب زي كل مرة؟ دايما كسر بخاطري. هناكل ايه النهاردة يا بت؟ بقول لك ايه، أنا نفسي أوي آكل شوشي. وإيه الشوشي ده؟ يا أختي بيقولوا سمك كده جديد زعانفه طويل، المهم إنه سمك في البحر، خلي جوزك بقى ينزل يصطادهولنا. انزل اصطاد لنا شوشي. يا عز دلالة الله، لو مسكت أنت وأختك ما عندي غير الشوشي ده أضربكوا بيه أنتوا الجوز، مش عايز حد يعصبني. قومي يا بت نشتري سمك وخلاص. يا عم المية بقى. يا ريتك نزلت معايا يا أرمط. سيبني في حالي يا حسبه. إيه يا جماعة؟ الكلام على إيه؟ اسكت يا حسن، ومش نرجس بتقول لجوزها انزل اصطاد لنا سمك، طلع ما بيعرفش وقال ايه جايين يقولوا لي تعالي نروح نشتري سمك، ما يعرفوش ان احنا معانا قائد البحر وملك السنانين. ده انا الصناره. انت اخرك طعم ونسمن بيه السمك. فين الصناره دي؟ فين الصناره؟ اهي. دي ايه يا اخوي؟ دي ايه؟ دي سنارة؟ أيوة. أنا كنت مفكرها سجارة. أنت بتستهتر بيها؟ دي تصطاد حوت على بعضه. يا راجل دي لو اصطدت بيها أخرها بسريايا كده تصطادها، حوت إيه وبتاع إيه؟ تحدي. انزل معايا دلوقتي وشوف دي هتصطاد إيه. ما تتحدانيش يا حسن، عشان أنا محدش يحطني في دماغه. يا تحدي. طيب نشوف الأول أوكار السمك على الجي جي بس عشان نحدد الأوكار وننزل نصطاد على طول. لأن أهم حاجة في الصيد عنصر المفاجأة. هو راح فين البحر؟ البحر كان هنا. حد لعب في البحر؟ يا عم ما تسرع شوية، انت ماشي على كام غرزة في الدقيقة؟ غرزة ايه يا عمنا؟ اسمها عقدة. عقدة هتعقد ام ربنا يعقدك زي ما انت معقدنا كده اهو. يا ربي يا ابويا، انت ماشي ليه كده على طول؟ خش اول شمال، اول شمال يقابلك خش فيه على طول. اول شمال يقابلك. شمال ايه ويمين ايه؟ احنا ماشيين في صلاح سالم. بص يا عمنا بص، الراجل ده عارف مكان السمك وهيودينا لحد بيته. وده بيعمل معايا ايه؟ الجي جي بس ده جايبه كده يتفسح معانا وياكل سمك؟ ده تكتب له سمك بالانجليزي هيودينا على اوكار السمك على طول. سمك بالانجليزي يعني ايه؟ يعني فيش. اسكت انت، بدل ما فيش غل وام فيكي، عشان انت شغلاني من اول النهار. اكتب لي هنا فيش، ده بقى فيش اسمها؟ فيش. اكتب لي انت فيش هنا بالانجليزي عشان يودينا الوكر على طول، انا هعمل السمك. لو انت ما بتعرفش تكتب بالانجليزي
لا بكتب يا عم بس خط وحش في الشي جي بس ممكن ما يفهمنيش، بدل ما اكتب له فيش يكتب له غش يودينا في حته ثانيه. اكتب بس. سيبني على الروت دلوقتي والنبي عشان خاطر انا بروح. سيبني والنبي. دايخ دايخ. ظبطتك ظبطتك يا حسبه، شكلك عندك